تقرير صدر عن الحكومة في جنوب السودان وثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة هي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، كشف أن نحو 7 ملايين إنسان سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية الشهر المقبل. التقرير كشف كذلك أن ما يقرب من 2 مليون شخص على وشك المجاعة، موضحا أنهم في مرحلة حالة الطوارئ أو المرحلة الرابعة من الأزمة الغذائية، كما أن هناك نحو 21,000 شخص سيواجهون نقصا كارثيا في الوصول إلى الغذاء، وهي المرحلة 5 والأعلى بحسب التصنيف الدولي لمستويات الأمن الغذائي. وعلى الرغم من أن التقرير لا يصل إلى حد إعلان المجاعة، فإنه يزيح الستار عن 25 مقاطعة في جنوب السودان تواجه جوعا شديدا، وآلاف الأشخاص في ولايات جونغلي والبحيرات وأعالي النيل على شفا المجاعة. هذه الأرقام هي نتاج سنوات من التوتر في البلد حديث النشأة تسببت في مقتل ما يقرب من 400,000 شخص، بالإضافة إلى تأخر هطول الأمطار والأزمة الاقتصادية، وهي عوامل ساهمت بدورها في تفاقم نقص الغذاء. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه نشر 173,000 طن من الأغذية في جميع أنحاء البلاد، وهي كمية أكثر من التي نشرها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولكن المنظمة الدولية تؤكد أن كسر دورة الجوع يعتمد جزئيا على ما إذا كان اتفاق السلام الذي تم توقيعه قبل 9 أشهر سوف يستمر أم لا، حيث إن الاشتباكات لا تزال مستمرة في بعض المناطق، وذلك على الرغم من أن حدة القتال في البلاد بشكل عام قد هدأت.